قلت لكم الحقيقة. تسكن في مكان قريب من هنا؟ من هنا. أيوة. 400. لا لا ولدي لا. يعني 150,000. الجميع أصبح عليه من الصعب أن يدخل إلى المنزل أو إلى المطبخ لكي يطبخ وجبته، ولذلك فأغلب الاحتياجات للمواطنين هي الضروريات مثل المأكل والمشرب. ما نعطيش الأرقام، يعني كثير، ربما على حسب العائلات اللي كاينين. نرى أكثر العائلات كاين، يعني كاينين لي طونط اللي فيهم 20 واحد، 22، 25، 15، يعني 19 فرد، بينهم فيهم الدراري الصغار، كاينين لي كوش ديال الدراري الصغار، يعني الادويه ديال الناس اللي مرض كتوصل، يعني اي حاجه يطلبها الانسان موجوده، كانه يعني ما كنحسوش بان ما حنا ساكنين دروك هنا، كاننا ساكنين في ديورنا.